السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر إلى التمرين رقم الثاني من السلسلة رقم اثنين للعمل الموجهة الخاصة بالوسيلاتور هارمونيك كوانتيك. إذن التمرين الثاني، نص التمرين: pour un oscillateur harmonique quantique, les opérateurs d'annihilation A et de création A Daguerre obéissent à la relation. Alors qu'il y a la relation, il y a la formule اللي هي تربط بين A داغير و A يساوي إلى H اللي هو الهاميلتونيان سور H بار أوميغا ناقص نصف. Par conséquent, prouvez que l'énergie de l'état fondamental E0 تساوي نصف H بار أوميغا. إذن اثبت من خلال انطلاقا من هذه لا فورمول، اثبت باللي l'état fondamental اللي هو E0 يساوي إلى نصف H بار أوميغا. Et la fonction la valeur propre de l'état fondamental E0 à la valeur propre de l'état fondamental c'est nsf h bar omega et la fonction d'onde de l'état fondamental est phi les 0 c'est n0 c'est l'exponentielle moins m omega x au carré sur 2h bar. Le jawab بالنسبه للجزء الاول من السؤال، اذا ننطلق من لا فورمول اللي عطاها لنا التمرين اللي هي صحيحة، c'est une formule bon c'est à dire مش فرضها، c'est une formule صحيحة 100%. إذا ننطلق من العلاقة اللي هي A ضرب لوكات N تساوي راسين دو N ضرب لوكات N موانزا. إذا هاد لا فورمول وجدناها في الدرس. بالنسبة عندنا لا فورمول هذه اللي هو A ضرب لوكات 0 تعطينا 0 بيان سور، تهبط النيفو 0 0 موانزا ما كانش موانزا ستادير 0. اذا علاقة ثابتة هذه، نضرب الطرفين في A داغير وبالتالي تولي A داغير A لوكات 0 تساوي 0. نعوض هنايا في هاد لا فورمول الاولى كيما ندير لي فلاش، اذا هاد لا فورمول تساوي هذه، نبدل A داغير A بلا فورمول اللي راهي هنا تساويها ضرب لوكات 0 تساوي 0. اذا تحصل على فالور بروبر هذه، اذا لا فالور لوبيراتور هذا ضرب لوكات هذا تعطيك لا فالور بروبر هذه ضرب لوكات هذه. اذا لان بيسكو سو سون توس دي كونستانت، هذو كاع ثوابت ما عدا لو لوبيراتور اش يمد لك او 0، لا فالور بروبر تاعو هي او 0. اذا ضرب لوكات هذه تساوي صفر، هذا لا يساوي صفر، إذا هذا الطرف هو اللي يساوي صفر. أهو نحول الطرفين هكذا يعني رياضيا هكذا نتحصلوا مباشرة أنه أو زيرو تساوي نصف أش بار أوميغا وهو المطلوب. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، إذا عندنا هنايا عندنا هذا هنا أ ضرب لوبيراتور أ ضرب لوكات زيرو مدنا 0. اذا نعوضوا لوبيراتور A ب X و P لا فورمول تاعو اون فونكسيون دو X اي دو P اللي شفناها في الدرس، اذا تساوي 0. الان عندنا يعني الان P اي P هي H بار دي سور دي X، نعوضوها بقيمتها اون ملتيبليون بار هاد هذا la constante nous avons le taraf هنا يبقى بصفر، اذا يدخل هنايا nous obtenons تحصلوا على هذه العلاقه. من هذه العلاقه هذه، اذا من هذه العلاقه عندنا اذا هذا الطرف يساوي هذا الطرف، ما انه هذا الطرف هو اللي يساوي صفر، اذا هذا يساوي ناقص هذا. ندخلوا هنايا لوكيت اللي هي في دو زيرو من الطرفين، ومنه دي في لي زيرو سير في زيرو تساوي موان هذه القيمه. اذا بعد التكامل ونديروا له الاكسبونونسيال، الوغ نتحصل بعد ما نكملوا الطرفين هنايا ونديروا الاكسبونونسيال، الوغ تولي عندنا في دو زيرو تساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان ام اوميغا اكس او كاري سور 2h بار وهو المطلوب. شكرا على المشاهده، ميرسي بور فور واتشينغ، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.